إذن الكويت من جديد والجالية المصرية في الكويت من جديد. أحداث خلال السنة الجارية حصلت في الكويت بسبب الجالية المصرية، أولهم كانت سحل مواطن كويتي، وبعد كده تطاول مواطن مصري في الكويت بعد كده تطاول نائبة كويتية على مصر. أيضا خلال الشهر اللي فات تم قتل مواطن كويتي في القاهرة، حالة من الشد والجذب على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين المغردين المصريين والمغردين من الكويت، أخيرا بسبب السفارة المصرية واللي نزلت بيان تحذر فيه مواطنيها من الانتظار أمام مقر القنصلية الجديد قبل وأثناء مواعيد العمل الرسمية، مشددة على التوجه مباشرة إلى داخل القنصلية. ده بيان رسمي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على الموقع الرسمي للقنصلية تم أيضا تعليق هذا البيان على باب القنصلية المصرية في الكويت، والسبب هو نقل هذه القنصلية من مكانها القديم إلى مكان جديد وسط الأحياء السكنية، ما سبب زحام، ما سبب أيضا رفض شعبي كويتي. خلينا كده نشوف كيف علق أهل الكويت على نقل هذه السفارة أو نقل هذه القنصلية إلى موضع سكنهم. احنا كفاية زحمة المدارس، كفاية الشهداء صارت كلها وزارات، احنا مو راضين على هالسفارة، خلي يدورون لهم مكان ثاني. مش بس أهل الكويت ولا السكان المنطقة السكنية اللي تم نقل القنصلية ليها، ده كمان المصريين عبروا أيضا عن رفضهم لهذا المكان وقالوا إن المكان غير صالح بالمرة لتواجد القنصلية فيه. بس الموقع اللي فيه القنصليه مش موقع، لان السيارات ماشيه، في ناس بتجيب اطفال معاها، ما ينفعش الموقع كده، والبركن بعيد، ما فيش بركن. طبعا الموضوع بعد ما صار حاله من الجدل في الشارع الكويتي، دخل على الخط طبعا النائبه المعروفه بكرهها للمصريين وكذلك الوافدين، هي النائبه صفاء. خلينا كده نشوف ماذا قالت هذه النائبه واللي قبل كده تطاولت على المصريين وتطاولت كذلك على الوافدين، إنها صفاء الهاشم. يعني السفارة الأمريكية، السفارة الأمريكية كل شيء عندهم أونلاين، ما تشوف ذيك الزحام، حتى المراجعين ملوتهم يحترمون القانون، ما يوقفون على الأرصفة، ما تلاقي السيارات مقطوطة بكل مكان، حتى التحرش وصل بسيدات ونساء المنطقة والسبة الرواد اللي موجودين أو المراجعين فيها. إذن صفاء الهاشم من جديد وجها لوجه مع المصريين ومع المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المرة دي بسبب السفارة اللي موجودة بطبيعة الحال في مكان له راضي عنه أهل الكويت ولا كذلك ولا المصريين ولا حتى الحكومة. وهذه النائبة تقدمت باستجواب لوزير الخارجية الكويتي، انت لينا قالت السفارة، كمان 2 نواب بالإضافة لهذه النائبة تقدموا بطلب لقطع الكهرباء عن السفارة أو القنصلية المصرية في الكويت. بالنهاية قرار قبل قليل للوزارة، وزارة الخارجية الكويتية، بنقل السفارة المصرية إلى مكان لم يتم تحديده بعد. هاشتاج السفارة المصرية في الكويت يحتل صدارة الترند في الكويت وكذلك في مصر بعدد تدوينات تجاوز 23 ألف تدوينة. من هذه التدوينات جماعة الحضراتكم أم حمود بتقول الناس اللي تتهم سكان منطقة السلام بالعنصرية لاعتراضهم على موقع السفارة المصرية بمنطقتهم مو بس المواطنين قاطني المنطقة متضايقين، حتى المصريين نفسهم متضايقين. اسمعوا الكويتيين والمصريين شو يقولون، وأقول لبعض مدعي الإنسانية المزيفة اللي في إيده أو اللي إيده بالنار مو مثل اللي إيده في المية. صاحبة التدوينة بتقول إن الاعتراض فقط مش من أهل منطقة السلام بل من المصريين اللي بيروحوا لهذه السفارة. أيضا تدوينة كمان تحت نفس الموضوع باخدها من صقر الكويت بيقول الحكومة الكويتية طاحت في خطأ لما وافقت على نقل السفارة المصرية في منطقة السلام. الجالية المصرية تدخل بيوت الكويتيين، وتم تداول مجموعة من الفيديوهات بسبب المكان الجديد، الناس مش عارفة المكان. كمان القنصلية موجودة في عمارة سكنية وبعض الناس مش عارفين يوصلوا لهذه العمارة. محمود بيقول الإغلاق استهانة بمصر، والسؤال ماذا لو كانت السفارة لأمريكا أو فرنسا أو إنجلترا. بعض المدونين أيضا شافوا
إن قرار إغلاق القنصلية هو إهانة لمصر، ولو كانت سفارة دولة تانية ما تم إغلاقها أو التعامل معها بهذه الطريقة. أما بن ناصر بيقول بداية مشاكل نقل السفارة المصرية إلى منطقة جنوب السرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ما يعرفون شلون يختارون مكان بعيد عن السكان والازدحام. ده ناصر وبيعترض بطبيعة الحال على نقل هذه السفارة. جايب لنا فيديو تم تداوله بكثافة لأحد المصريين وهو بيخش بيوت أحد أهل المنطقة من الكويت باعتبار إن هو داخل القنصلية المصرية. يعني بالسفارة ما يكتبون سفارة، ما تشوفون، ما في علم، ما في، شلون تفتشون أبواب الناس وتدشون عليهم كذي؟ لا لا مو ما حصل شي حاجة، دشيتوا بيت ناس يا أخوي، ما يصير كذي. يعني سفارة ما يكتبون هذه سفارة؟ اوكي هذا سياره، هذه سوداء انا اطلعها، انا اروح للشرطه، وهذه سياره وهذا رقمها. اوكي يجيبون صاحب السياره ويجيبون. هذا تهجم على بيت الناس، هذا دخول بيت الناس بالعنوه. وشوفوا، لا اصدق ولا مو اصدق، ماكو، ما مكتوب سفاره ولا مكتوب لو داش اذا مواقف محرجة تعرض لها بعض المصريين في الكويت بسبب نقل السفارة، وكذلك صدام مباشر ما بين أهل المنطقة والمصريين اللي سببوا حالة من الزحام بسبب وجودهم قدام السفارة. بطبيعة الحال كلنا عارفين أن الجالية في المصرية في الكويت بيصل تقريبا عددها إلى 1,000,000 مصري عشان تحتل المركز الثاني بعد الجالية الهندية في الكويت. أيضا تحت نفس الموضوع أبو هاجر قال صفاء الغاشم تطالب بقطع الكهرباء عن السفارة المصرية في الكويت، وعادت الولية الذكر تتطاول على مصر أو على عد أو على حد تعبير أبو هاجر ومريم عطية عبد الجواد مصري. المرة اللي فاتت لما تطاولت هذه السيدة صفاء الهاشم على المصريين طلعت وزيرة الهجرة المصرية وردت عليها. لما نشوف ماذا سوف تقول وزيرة الهجرة أو كيف سيتم التصريح الرسمي من الخارجية المصرية، إلى الحد النهاردة أو الحد الآن ما قالتش أي حاجة أو علقت على الموضوع.